بنعود لكم مباشرة مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، معكم غيداء جبيلي وروادة ليجي اليوم، وتحت عنوان عدم الإفصاح عن البيانات هو تمكين للاحتلال. تعقد الحملة الوطنية لعودة اللاجئين السوريين والنازحين السوريين إلى بلاده مؤتمرا صحفيا سيتكلم خلاله النقيب مارون الخولي حول القانون، قانون عودة وترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم، وفيما يتعلق بالكشف عن البيانات وتفاصيل هذه البيانات من بعد تسلم لبنان للداتا. هم يطالبون طبعا بالكشف عن تفاصيل أكثر لمعرفة أكثر حول هذه العودة ووضع كل نازح سوري في لبنان. سنستمع إلى الكلمة الرئيسية. أهلا وسهلا بالإعلام. إخفاء بيانات اللاجئين عمل من أعمال الاحتلال. لفترة طويلة خضعت الحكومة اللبنانية لتلاعب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووعودها يلي ما التزمت فيها ويلي بتتعلق بالنازحين السوريين. واليوم وبعد الإذلال والتوسلات البائسة على مدار سنة كاملة بتلقى لبنان اخيرا البيانات المحجوبه، وهي بيانات مهمه لحمايه وجود الكيان اللبناني. هيدي الحادثه المعيبه عن جد لازم نعمل لها نصب تذكاري على نهر الكلب لمؤامره خبيثه كانت تهدف لاحتلال لبنان. تكلفه المؤامره هيدا التجاهل صارخ للسياده اللبنانيه بحجب البيانات هي بمثابه دليل صارخ وواضح على مؤامرة أدت لتدفق النازحين السوريين يلي تجاوز عددهم نصف الشعب اللبناني ويلي بهدد بقائهم بتغيير هوية لبنان وبتحطيم التوازن الطائفي الدقيق يلي نشأ من خلال التضحيات الكبيرة. 15 سنة حرب أهلية وخسارة أكثر من 120 ألف لبناني. هيدي المؤامرة يلي كلفت لبنان 53 مليار دولار ألحقت الدمار باقتصادنا وبنيتنا التحتية وأمننا، مش مقبول بعد التسامح معها، ولا يمكن بالتالي إنكار التواطؤ الأوروبي بهذا المخطط عم بيتقلوا على لبنان بعواقب النزوح السوري، والكل بيعرف أجنداتهم الخاصة بالمنطقة. مش قادر لبنان بعد يتحمل عبء المؤامرات الإقليمية يلي بتنظمها قوى خارجية وبيتسهلها مع الأسف مسؤولين لبنانيين متواطئين. كشف الأكاذيب بيمثل عام 2015 بداية هذا الخداع المنسق. ما كان التعتيم عن العدد الحقيقي للنازحين السوريين من قبيل الصدفة، كان سلاح محسوب لإخفاء حجم هذا الغزو الديموغرافي المدبر. ونحن الشعب اللبناني نرفض المزيد من الخداع والكذب. على الحكومة مشاركة هيدي البيانات بشكل مفتوح وشفاف مع الجمهور اللبناني والدولي وكشف الاحتلال المقنع يلي تسلل لحدودنا. مساءلة ومش فقدان الذاكرة. استلام هيدي البيانات ما بيمثل مجرد انتصار للشفافية، بل هو خطوة ضرورية نحو إصلاح انتهاك السيادة اللبنانية واتفاق الأمم المتحدة بال2003. وهيدا هو العمل الأول لتفكيك مؤامرة التوطين، وهي مؤامرة مبنية على أساس من الأكاذيب والأرقام المخفية. وهلأ بيوقع على الهيئات القضائية والتشريعية بلبنان مسؤولية إطلاق تحقيق شامل بإخفاء هيدي البيانات الحيوية وتحديد المسؤولين اللبنانيين المتواطئين بهيدي المؤامرة. أفعالهم هي خيانة لثقة أمتنا وتهديد لوجود لبنان. لا مجال للصمت، وبدهم يفهموا المسؤولين بأنه ما عادت الشفافية امتياز، هي حق مكتسب. نحن منطالب بالكشف الكامل عن البيانات دون تحريرها أو تصفيتها للتدقيق. من حق الشعب اللبناني أنه يعرف حقيقة هيدي المؤامرة لاحتلال وطنه. وبدي اقول لهم للمسؤولين على احجامهم، يعني كيف ما كانوا كبار او صغار هن بيعرفوا مين، يلي عم يفكروا يخفوا البيانات عن جديد تحت اي حجة،
انه ينتبهوا من غضب الشعب اللبناني هالمرة ناطرينكم. حان وقت العمل. التحديات يلي عم نواجهها بتتطلب اتخاذ اجراءات فورية. من الكشف الكامل عن البيانات امر بالغ الاهمية لصياغة حلول فعالة والتخفيف من التأثير الضار للازمة. خصوصا في الكشف عن عدد النازحين والبلدات السورية التي يلي نزحوا منها وأماكن تواجدهم بلبنان بالمخيمات وخارجها وتركيبتهم الاجتماعية والمساعدات اللي عم بينلوها وحجم الفاتورة الصحية والاستشفائية والمساعدات التعليمية وعدد الطلاب والتلاميذ والمدارس اللي عم بيتعلموا فيها ونسبة الولادات وتوزيع الأعمال السورية على كل القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والزراعية والبناء. العودة الآمنة والمستدامة. منطالب بالبدء الفوري في وضع خطة شاملة للعودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى أوطانهم المحررة في سوريا. ويجب تطوير هذه الخطة بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي مع جداول زمنية واضحة. توزيع المساعدات مستهدفة. ندعو إلى إعادة التوجيه الفوري للمساعدات الدولية المخصصة حاليا للنازحين السوريين في لبنان نحو جهود إعادة إعمار والتعافي داخل سوريا نفسها. ومن شأن هذا النهج مستهدف أن يحفز ويسهل العودة مع تخفيف العبء الهائل على البنية التحتية والخدمات في لبنان. تحليل الأمن القومي. نطالب بإجراء تحليل فوري للبيانات المقدمة من المفوضية من قبل فريق عمل متخصص من مسؤولي الأمن والمخابرات اللبنانيين. وينبغي أن يركز هذا التحليل على تحديد التهديدات الأمنية ونقاط الضعف المحتملة الناشئة عن وجود النازحين السوريين وتوجيه استراتيجيات الأمن الوطني الشاملة للتخفيف من هذه المخاطر. تقييم الأثر الديموغرافي. ندعو إلى التشكيل الفوري للجنة خبراء مستقلة لتقييم الأثر الديموغرافي للسكان النازحين السوريين على لبنان. وينبغي لهذه اللجنة أن تقوم بتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة لإدارة الديناميكيات الداخلية وضمان استمرار الاستقرار. الشفافية العامة والتدقيق. نطالب بالنشر العلني الفوري للبيانات الكاملة وغير المنقحة حول النازحين السوريين مما يسمح لوسائل الإعلام المستقلة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بتدقيق المعلومات وكشف أي مخالفات أو تناقضات. تعد هذه الشفافية أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ومحاسبة أي أطراف متورطة في إخفاء البيانات أو التلاعب بها. البيان الختامي. وأخيرا بدنا نقول أنه مكان إخفاء البيانات المتعلقة بالنازحين السوريين مجرد سهو بيروقراطي كان عمل من أعمال الاحتلال، واليوم عم بيستعيد لبنان حقه بمعرفة الحقيقة والشفافية. نحن الشعب اللبناني بنرفض أن نكون بيادق بلعبة الآخرين. نحن منطالب بالمساءلة والعمل على عودة فورية للنازحين السوريين. انتهى زمن التهديدات المبطنة والأجندات الخفية. لن يعود لبنان كبش فداء للألعاب السياسية والإقليمية والدولية. ونطالب باحترام سيادتنا ووضع حد لهذا التهجير المنسق. شكرا.